افتتح الرئيس عبد الفتاح السيسي يرافقه السلطان مفضل سيف الدين سلطان طائفة البهرة بالهند تطوير مسجد السيدة نفيسة رضي الله عنها. هذا وقد أكد الرئيس السيسي أن الدولة تتبنى خطة لتطوير القاهرة التاريخية، كما رحب بسلطان البهرة وتقدم بالشكر لطائفة البهرة للمساهمة في أعمال تجديد مقامات آل البيت. أولاً لازم نشكركم على دائماً تواجدكم ومساهمتكم في أضرحة آل البيت. إحنا كنا من شهور قليلة في سيدنا الحسين والنهاردة في السيدة نفيسة، وإحنا متحركين أيضاً في إن إحنا نكون أنجزنا السيدة زينب كمان. إحنا فتحناها في رمضان للصلاة، لكن نفس الإجراء اللي بيتعمل هنا بيتعمل هناك. والحقيقة اللي بيتعمل ده في إطار خطة الدولة المصرية بتعملها للقاهرة التاريخية عشان نستعيد يعني مكانة مصر في هذا المقام التاريخي العظيم في القاهرة التاريخية. ويمكن احنا متحركين جايين هنا، شغالين دلوقتي في مناطق زي عرب اليسار ومناطق اخرى، الهدف منها وزي ما عملنا كده في منطقه مجرى العيون وغيرنا الواقع الصعب اللي كان موجود. فاحنا متحركين في اطار خطه نتمنى من الله سبحانه وتعالى ان هو يوفقنا فيها.